المصريه وجميع الاتحادات المصريه المشاركه في بطوله العاب الاولمبياد في الشباب في نانجينج، وبنهني شعب مصر كله بهذه الميداليات. الحقيقه رقم غير مسبوق، 11 ميداليه اولمبيه، دي حاجه عظيمه جدا. كمان يهمني ان اداء البعثه كان مشرف جدا هناك، كان شكلنا محترم جدا، كل البعثات اللي كانت موجوده مكاننا، كان انا رحت شفت مكاننا. انا قعدت يوم واحد في الصين وقت المشاركات صحيح، لكن الحقيقه رحت زرت البعثه في مقر اقامتها، كان شكل البعثه المصريه مشرف جدا محترم جدا. انا كل اللي بقول الحقيقه ان احنا بنهني الاتحادات، لكن بنقول لهم النتيجه اللي اتحققت الطيبه دي جدا ان شاء الله هتخلي يعني سقف الطموحات بتاعتنا يعلى جدا في ريو دي جانيرو 2016. واحنا بنقول لهم ان وزاره الشباب والرياضه ان شاء الله جاهزه لاي طلبات مطلوبه، طالما في برنامج محدد لتدريب الابطال دول واعدادهم لريو دي جانيرو احنا جاهزين فورا. احنا في الظروف الصعبه بتاعتنا دي قدرنا نجيب 11 ميداليه بعد ما كانت اولمبياد سنه فوق 7 ميداليات. الحمد لله يعني ربنا وفق، واحنا موجودين على طول في المحافل العالميه وفي الاولمبياد، دي حاجه كويسه قوي. اولمبياد الشباب ان شاء الله يعني بالاعداد الكويس ده وبالبدايه الكويسه دي تبقى بدايه وانطلاقه كويسه لاولمبياد ريو دي جانيرو ان شاء الله في 2016. ودايما المصريين بعزيمتهم وبايمانهم بربنا وبايمانهم ببلدهم هيقدروا يحققوا اكتر من اللي احنا حققناه، واحنا شايفين ان مصر لازم تحقق كل حاجه ان شاء الله. الحمد لله طبعا ربنا كرم، ميداليات فضيه كان بعد مجهود كبير قوي احنا عملناه، البلد ما كانتش في حاله كويسه، ما قدرناش نعمل معسكرات كتير قوي، فان احنا نجيب ميداليه فضيه بالنسبه لنا طبعا مش انجاز، احنا كان املنا ان احنا نجيب ذهب لمصر، بس الحمد لله طبعا فضل كبير من ربنا والحمد لله على الفضيه. احسن احساس في الدنيا طبعا ان الشعب المصري يبقى بيهتم بينا واحنا بنتعب وبنلعب وعايزين نكسب عشان نفرح مصر واهلها طبعا، يعني ده شرف لينا ان الناس كلها جت لنا كده ومهتمه بينا. هو الفرق ما كانش كبير ما بيني وبين اللي يجيب ميداليه، عشان كنت ماشيه في الاول في الفاينل الاول، وبعد كده على الفرق 0.1 جبت خامس، بس عملت كسرت رقمي مرتين، ارقام ما كنتش بعملها وعملتها، فعشان كده مبسوطه، احسن ارقام اتعملت في البطوله. حاجه كويسه يعني ان هم فرحانين بيا، يعني حاجه تشرفني ان هم جايين يستقبلوني. قولي لي استعداداتك للبطوله كانت ازاي؟ استعدادات البطوله احنا فضلنا سنتين معسكرات وتعدينا يعني، وكنا تمرين جامد وكده، والحمد لله ربنا اكرمنا وجبت ده. الحمد لله رب العالمين الاول ان هي ربنا وصلها للمركز ده، ونحمد الله ونشكر فضله برضه بمساعده المؤسسه العسكريه والاتحاد المصري رفع الاثقال. ما فيش اي لاعب اساسا يعمل اي حاجه بدون معونه الناس دي. الحمد لله جبنا ميداليه ذهب في 800 متر حره، واكرم طلع الرابع في 400 متر حره. الميداليه الذهب دي من 1910 مصر ما حققتش، من اول ما افتتح اتحاد السباحه لم تحقق اي ميداليه اولمبيه، دي اول ميداليه اولمبيه 104 سنه. وغير كده ان اكرم كسر رقمه بفارق كبير جدا، وعنده فرصه كبيره ان شاء الله ان يحقق ميداليات في الاولمبياد الكبار. انا هدفي ان انا ان شاء الله اجيب ميداليه، ما كنتش قايل بقى ذهب ولا فضه ولا برونز، انا كنت جاي اجيب ميداليه، بس الحمد لله اول سباق طلعت رابع على 20%، فالحمد لله ركزت في السباق اللي بعديه، الحمد لله خدت اول، يعني ده شرف ليا كبير قوي الحمد لله. يعني هو عنده 18 سنه وفي ريو دي جانيرو فاضل عليها سنتين، المفروض سن النضوج عند السباق عند 24 سنه، فانا رايي ان هي الدوره طوكيو هو ده المفروض نعده لطوكيو، نظهر مظهر مشرف وربنا كرمنا في ريو دي جانيرو، بس المفروض نعمل له اعداد لطوكيو، لان هو لسه 18 سنه، هو ده السن اللي بيبني نفسه ويبني جسمه، لكن هو حاليا في وسط المنافسه، بس مش عايزين نضغط عليه نفسيا عشان ما نحرقوش، خلينا نشتغل باسلوب علمي وخامه ولؤلؤه وجوهره عندنا نسقلها ونحافظ عليها. بص هو اللي كان في الحاره 4 هو نازل حاره 3 في الفاينل، اللي كان حاره 4 ده هو السباح البولندي، هو كان مرشح اول السباق، وهو اللي كان متقدم في السباق لحد 500 متر، فيعني احنا كنا عاملين تاكتكس معين في السباق ان احنا عارفين هنفتح امتى ونطلع منه امتى فربنا كرم يعني والموضوع اتعمل كويس، بس احنا كنا دارسين اللي معانا كلهم يعني. كان احمد سباح في النادي الاهلي، وهو بيحب السباحه من زمان هو واخته، بس هو طبعا كان متميز عن اخته التوام، والحمد لله مشينا واحده واحده كده بجانب الدراسه، وكان عندي حاجه جوايا كده ان هو هيبقى حاجه كبيره قوي، بس هو الحمد لله كان متميز جدا، وكان اول سنه في كل عمرته بيعومها من هو عنده 13 سنه،
والحمد لله كان كل ما بينزل ايفنت بيبقى اوله، وكان اول افريقيا الحمد لله في العمومي والحمد لله. احساس يعني ما فيش احساس زيه، يعني سعيد جدا جدا جدا. قولي الكواليس ايه، يعني ليه اخترت لابنك اللعبه دي؟ لا هو انا ما اخترتلوش، هو اللي اختار لنفسه اللعبه دي وهو كان حريص عليها جدا، وطبعا والدته دكتوره شيرين هي يعني اللي كانت وراه دايما في التمرينات. انا طبعا ببقى مشغول جدا في الشغل بتاعي وهي اللي كانت دايما وراه في كل التدريبات وكل القصه دي، لكن هو بيحب اللعبه جدا. سيف شخصيه مجتهده جدا، اتمنى الاولمبياد دي وهو صغير، يمكن وهو اصغر من رامي كمان، كان حاسب لها الوقت بتاعها من وهو طفل، هي يوم كذا انا هلعبها، انا ان شاء الله هجيب ميداليه ذهب. اجتهد طول السنين دي ويمكن ربنا ما اردش انه يجيب الذهب، بس برضو ربنا كلل مجهوده بالميداليه الحمد لله. مهاب عبد المهيمن ابن نادي الزمالك استطاع انه يحقق الميداليه الفضيه في الغطس في الدوره الاولمبيه للشباب في الصين. إدارة نادي الزمالك حريصة على أولادها، عشان كده موجود النهاردة نائب رئيس نادي الزمالك المستشار أحمد جلال إبراهيم في استقباله شخصيا هنا في مطار القاهرة. إدارة نادي الزمالك حاسة بالإنجاز الكبير اللي اتحقق، زي ما انتوا حاسين وجايين وتعبانين الصبح. نادي الزمالك كله مجلس إدارته وأعضائه رئاسة المشروع المطار المنصور كلنا فرحانين إن في ابن بيمثل مصر باسم نادي الزمالك، بيمثل المنتخب وتربى في نادي الزمالك، إن يحصل على ميدالية في الأولمبياد في لعبة الغطس مهاب الكردي أو مهاب وليد صاحب وايمن، ده حاجة جميلة وحاجة تشرف نادي الزمالك، تشرف مرتضى منصور، تشرف أعضاء مجلس إدارة، تشرف لعبة الغطس في نادي الزمالك. الزمالك هيكافئ مهاب بإيه؟ لا الحمد لله، يعني وجودي اولا بدايه تكريم ان انا ممثل مجلس الاداره، ان شاء الله امبارح المنتخب كان حريص ان انا اكون موجود النهارده. ان شاء الله هيبقى في تكريم لمهاب في نادي الزمالك، هنعمله حفله كبيره، ان شاء الله هيبقى في تكريم مادي كمان ربنا يسهل من مجلس الاداره باسم مرتضى. هو كان متوقع ان احنا ناخد البطوله الذهبيه، احنا كنا رايحين عشان نلعب على الذهب، والحمد لله لعبنا فاينل، عدينا كل الماتشات الجامده زي النرويج والبرازيل وقطر كسبناهم، ولعبنا سلوفينيا في الفاينل، بس الحمد لله توفيق من عند ربنا يعني الحمد لله. طبعا احساس جميل جدا ان انا احقق برونزيه في السن ده، وان شاء الله تبقى خطوه للاولمبياد الكبار ان شاء الله. قول لي كواليس البطوله اصعب مراحلها، وهل كنت تتوقع ان انت تحقق ميداليه؟ طبعا كواليس البطوله اولمبيات، وكان الشو كان صعب شويه، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نلعبه كويس وعملنا مستوى كويس وجبنا برونز، جبنا برونزيتين الحمد لله. هو انجاز كبير جدا وفرحان جدا طبعا عشان وصلت له في السن ده، واحنا من زمان واحنا بنفكر ان لازم نعمل ميداليه في الاولمبياد دي، من زمان واحنا بنحضر لها. مبروك لابطالنا ونجومنا واولادنا، والحقيقه نادي الزمالك كان حريص على افاد نائب رئيس المجلس المستشار احمد جلال ابراهيم، والنادي الاهلي ايضا كان حريص على افاد شايف صوره للكابتن احمد سعيد و الاستاذ الدكتور هشام العمري موجودين في استقبال ولادهم، سواء اللي حققوا ميداليات او اولاد مصر كلها. لكن عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، يعني لما بتشوفوا اولياء الامور تعرفوا ليه الاولاد دول متفوقين. البيت، دور على البيت، دور على التربيه، دور على الام، الام الام ثلاثه هو الام، لانها بتفرق جدا. تشجع الولد على الدراسه، شجع الولد على الرياضة، شجع الولد على الصلاة، شجع الولد على الالتزام، شجع الولد على الاحترام، كل الحاجات دي في غاية الأهمية. تلاقي ماما هي اللي بتاخد النونو الصغنون ده اللي عنده 4 سنين للتمرين، تفضل معاه وتقعد معاه، وبعدين لما يكبر وتكمل معاه وتكبر أحلامها معاه ويكبر أحلامه معاها، لحد ما في النهاية تلاقيه بطل. دور على البيت، دوروا على شكل، بصوا شكل الامهات عامل ازاي وشكل الاباء عامل ازاي، والناس اللي بتشكر الناس اللي وقفت جنبهم، اللي من المؤسسه العسكريه يشكر المؤسسه العسكريه، اللي من النادي الاهلي يشكر الاهلي، اللي من الزمالك يشكر الزمالك، وهكذا. فالدنيا بتمشي بالشكل ده. بالاضافه الحقيقه في رؤساء اتحادات شغالين وفيها هجاصين، لكن الشغالين اكتر والمحترمين الحقيقه باينين وعارفين هم رايحين فين وجايين منين وبيشتغلوا. قصة مش فض كلام وطق حنك زي ما بيقولوا اخواننا في الشام، لا بجد ناس بتشتغل، لكن الاساس البيت. شوف الواد اللي بيضرب مولوتوف واللي بيضرب حجارة، وشوف البيت، وشوف الولد اللي بياخد بطولة واللي بينجح، وشوف البيت. دايما دور على البيت، بص دايما دايما دور. وزير جميل ومعاه ناس من اللجنة الاولمبية، علم مصر، وعندي بس اعتاب على بنتنا عفاف الهدود انها لابسة علم امريكا،
كان نفسي تبقى لابسه علم مصر. ما علينا، ما خدتش بالها. ناس جايه من المحافظات جايين يرقصوا وفرحانين، وصوره ساره سمير وهي رافعه. انا ما بحبش الرجاله بترقص كده بصراحه، ما حدش يزعل مني يعني، لكنه هم فرحانين وخلاص مش مشكله يعني. فهو فرح، نقول له خلاص النهارده يوم فرح وسعاده يعني. البيت، بص على البيت، بص على الاسره، بص على المنزل، دايما تبص على ده وتعرف ان ده هو الاساس، اساس النجاح هو البيت. والنجاح مش انه ياخد ميداليه ذهب ولا فضه ولا برونز، النجاح انه يطلع متربي او تطلع متربيه، ده النجاح. دول ولادنا ودول اخواتنا ودول حبايبنا ودول بناتنا، ناخدهم في احضاننا ونفرح بيهم ونسعد بيهم، والورود تبقى في اعناقهم والميداليات تزين صدورهم. ودول لازم يتعمل لهم استقبال مع الرئيس. البعثه كلها سواء من وفق ومن لم يوفق لازم يتعمل لهم استقبال مع الرئيس. افرح قوي لو الرئيس راح لهم الاستاد، راح لهم جهاز الرياضه العسكري، يا سلام لما يروح النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي سموحه، ما هو ركب العجله ومشي قدامنا، يروح الاهلي ويروح الزمالك ويروح السموحه ويروح الجهاز الرياضه العسكري، يروح ياخد ساعه من يومه من وقته حلو. والناس كده الاعضاء في النادي الاهلي يفوجوا برئيس الجمهوريه قدامهم، حلو قوي، يفوجوا بيه قدامهم. طياره نازله والعربيه جايه وفين الاولاد دول، وتتعمل مفاجاه وفي يوم زحمه في النادي، ويقعد مع اعضاء النادي ويتكلم معاهم ولا في مشكله. يقعد على حمام السباحه في النادي الاهلي يكرم احمد اكرم، وعلى حمام السباحه في نادي الزمالك يكرم ابننا اللي خد ميداليه الغطس، وفي نادي سموحه يفرح بالولاد اللي خدوا ميداليات، وفي جهاز الرياضه العسكري يقول لهم متشكرين على اللي حصل. ايوه رئيس الجمهوريه، سهل جدا ان هم يروحوا له الرئاسه، سهل جدا. لكن الاجمل ان الرئيس يتحرك ويروح للانديه والملاعب الرياضيه دي، ويروح بالزي الرياضي زي ما كان قدامنا كده في مهرجان الدراجات، يبقى بنفس الوضع ده، ويلبس فانيلا عليها علم مصر عشان ما حدش يقول لك جايب احمر ولا بابيض ولا بزرق ولا ليه. لا، الحياه حلوه والفرحه حلوه والتكريم حلو. على فكره هم لهم لائحتهم هياخدوا عليها الفلوس، لكن لما لقوا رئيس الجمهوريه في وسطهم، يا سلام يا سلام، ايه الجمال ده؟ وتروح الوزاره كلهم او معظمهم، يروح رئيس الوزاره ووزير الرياضه ويروحوا بالسبور زي ما كانوا في مهرجان الدرجات. احنا لنا تيجوا ببنطلون وتشيرت، بنطلون ترينج وتشيرت، كنا مبسوطين جدا. ولقيت الوزراء دول كلهم ما شاء الله، اللي لابس ترينج واللي متشيك واللي 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 واللي، هو ده اللي موجود على فكره. هو ده انت عمال تزود في الثقه اللي اصلا موجوده بين القياده وبين الناس. هو عيب اللي انا بقوله ده؟ لا مش عيب، والله العظيم ده هو الصح. اذا كنتوا يعني بتفكروا، احنا بنقولش شعبيه الراجل تزيد شعبيته، ما شاء الله يعني الناس تقبلت موضوع البنزين، والناس تقبلت موضوع الترجمان، والناس متقبله كل اللي بيحصل، لانه حاسين انه في خليه نحل بتشتغل، في عمل موجود، والدنيا بتنضف وبتتحسن وبتنضف وتتحسن. النهارده الكهرباء تقريبا ما بتقطعش، تقريبا ما بتقطعش، واذا قطعت حاجات بسيطه، فالناس بتدور دلوقتي عشان تولول على حاجه تانية. طب الحمد لله مشكله بتنتهي او بتتحل، حلو جميل جميل قوي، نكمل بقى. وسط البلد نضف، جميل جميل قوي، نكمل بقى. يعني امبارح لما رئيس الوزراء قال لك، انا الرئيس قال لي لا، حل مشاكل الناس اللي اتنقلت الترجمان دي تتحل، وشوف موضوع عبور التلج ده وينتهي في اسرع وقت، وحولهم لتجار صغار، وكل واحد لما يبقى واقف كده في الشارع تعمل له كشك صغير يقرط فيه. حلو جميل، بنحل، بنعمل طرق بنحل، بنفكر في الساحل الشمالي بنحل، بنعمل قناة السويس بنحل، بنخلص أزمة الغاز بنحل، بتواجه مشاكل بقالها سنوات طويلة متراكمة فبتحل. فإيه المانع إنه الناس دي تصحى كده تلاقي رئيس الجمهورية في وسطها؟ إيه المانع؟ أنا عندي صورة للرئيس السادات الله يرحمه وهو بيعوم في النادي الأهلي، صحيح ما كانش رئيس جمهورية أيامها، لكنه كان بيروح يعوم في النادي الأهلي. والرئيس بتاعنا بيحب الرياضة، بيجري ضاحية، بيركب دراجات، رياضي بطبيعته، ياخد دول اللي كسبوا دول ياخدهم في سباق ضحيه. يعني تكريم لهم، يلا تجمعنا الساعه 5 الصبح في كذا وياخدهم سباق ضحيه 10 كيلو 5 كيلو
المانع؟ اقتراح لخالد عبد العزيز الوزير خالد عبد العزيز، اقتراح للرئاسه اذا كان حد فيهم بيتفرج علينا او بيسمعنا، ده مهم قوي، الناس هتبقى مبسوطه جدا بالحاجات دي. مبروك لاولادنا، بنقول لهم الف مليون مبروك، يستاهلوا كل خير. منتخبنا الوطني لكره السله خسر اول مباراته امام صربيا 85-64، ودي نتيجه متوقعه يعني، ما فيهاش حاجه غلط، مجرد ان احنا وصلنا وحاولنا بشكل كويس، ده مهم. ربيعه وشيكابالا خارق قائمه لشبونه امام بنفيكا، الاثنين مش موجودين. وجماهير تشيلسي ودعت النهارده توريس اللي انتقل الى الميلان في ايطاليا، والاسماعيلي اجل معسكر اعداده، معرفش هيجي امتى الاستاذ اسمه ريكاردو. والحقيقه مازال مانشستر يونايتد معرفش ايه الحكايه، ما فازش خالص، وتعادل مع بيرنلي، مع ان جدوله حلو جدا، مباراته سهله جدا، واضح ان العيب ما كانش في مويز، لكن العيب كان في ما هو اكتر من كده، واضح ان المنظومه كلها باظت في مانشستر يونايتد، وانه هياخد وقت طويل جدا عشان يعود مره اخرى للبطولات مره ثانيه. بنهني محمد صبحي حارس مرمى سموحه او اسماعيل السابق بعد ما وصل ل 31 سنه، وربنا يكرمه باذن الله عز وجل ويحقق كل اللي نفسه فيه. ويليان اللاعب البرازيلي الشهير اشاد جدا بمحمد صلاح وقال انه من اسرع اللاعبين، وفيرجسون رغم زيارته لمانشستر يونايتد لكنه الزيارة ما عملش حاجه، يبدو ان كلمه السر كانت مع الراجل ده في يعني المقدمه في البطولات في فريق المان يونايتد. بيقولوا رونالدينيو هيروح الدوري الهندي، اعتقد صعب شويه لانهم بيدفعوا فلوس كتير جدا جدا هناك. طيب الحقيقه قبل ما ابدا، استاذ يحيى الصواف رئيس مركز شباب ناصر ملاوي، ده كان من الشخصيات الحقيقه الحيويه، والنهارده فوجئت فريق الاعداد بيقول ان الاستاذ يحيى الصواف انتقل الى رحمه الله قاعد في النادي، لان هو كان حياته وكان مدير بنك وماسك مركز الشباب ده وعامل فيه حاجات كتيره جدا يعني، ومن الشخصيات اللي كانت مؤثره في الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم الحقيقه، وصاحب راي وصاحب فكر، وكان في منطقه المنيا لكره القدم، وده اخونا العزيز يحيى الصواف ده الحقيقه، والله انا زعلان جدا عشانه يعني. احنا اصلا احنا في مصر بنحتفل دايما او بنحتفي بالكبار سواء احياء او اموات، لكنه عمنا يحيى الصواف ده من الناس الجمال اللي كان مؤثر جدا 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 في الجمعيه العموميه، ورغم انه ناديه درجه ثانيه ولا درجه ثالثه، لكنه كان دايما بيساهم وبيحاول وبيجاهد على قد ما يقدر يعني، اثر ازمه قلبيه مفاجاه انتقل الى رحمه الله. بنعزي اسرته وبنعزي مركز شباب ناصر ملاوي وبنعزي اسره الرياضه الحقيقه، لانه كان من الشخصيات المحترمه الجميله النظيفه الجريئه الصريحه الحقيقه. خبر النهارده المني جدا واحزنني جدا جدا جدا، ربنا يرحمه يا رب ويحسن اليه. عندي قضيه دمها خفيف قوي، احنا بقالنا سنين عمالين نصوت ونشتكي من موضوع الانديه الصحيه والجيم والمنشطات، وتفتكروا انا عملت اربع حلقات، دكتور اسامه غنيم والدكتوره هناء الامير او هناء امير، اربع حلقات كسروا الدنيا، وبرضه للامانه اللي بداها او انا بداتها مع السيد العامري فاروق وزير الرياضه الاسبق، يعني انا دايما بدي الفضل لاصحابي، نختلف في الاراء نختلف في الفكر لكنه في الحق لازم كل واحد ياخد حقه، فهم بيزعلوا لما بنقدهم، لكن زي ما بنقد في حاجه غلط لازم اقول في حاجه صح. هو كان مهتم بده قوي ومهتم بمكافحه المنشطات، وكان بدا يعمل علاقه مع وزير الصحه عشان يجرموا الموضوع ده ويعملوا اتفاق. مشي العامري فاروق، الدنيا ماتت في الوزاره 7-8 شهور، وبعدين جه خالد عبد العزيز بدا يحيي الامور دي من اول وجديد، لحد ما الراجل وصل لاتفاق مع وزاره الصحه على موضوع الانديه الصحيه ده، عمل جو حلو قوي الحقيقه. فعملوا الانديه الصحيه وصالات الالعاب البدنيه الجيم، الانديه الصحيه وصالات الالعاب البدنيه الجيم يتم تسجيلها بالاداره المركزيه للطب الرياضي التابعه للوزاره بعد الحصول على موافقه نقابه المهن الرياضيه، تمنع شهاده التسجيل بذلك تقدم الاداره المركزيه للمؤسسه العلاجيه غير الحكوميه والتراخيص ضمن مستندات الحصول على تراخيص وزاره الصحه والاسكان والسكان. حطت الرسوم وتوزيع الرسوم شكلها عامل ازاي. بعدين قال يجب على الانديه الصحيه وصالات الالعاب البدنيه التعاقد مع طبيب بشري للعمل كمسؤول بها طبي لفحص المترددين، تاكد من خلوهم من الامراض
تدوين البطاقه الصحيه تضمن التاريخ المرضي، حالات القلب، الصدر، ضغط الدم، النبض، الوزن، الحاله العامه، اللياقه، السكر، الكلى، امراض الكبد، والتعاقد مع مدرب حاصل على بكالوريوس التربيه الرياضيه كحد ادنى، وجود شهادات تدريبيه رسميه معتمده من جهات متخصصه، ان يكون مقيد بنقابه البيئه الرياضيه. النادي الصحي وصالات الالعاب البدنيه متوفر بها التالي: عجله ثابته، جهاز سير متحرك، جهاز صعود، حمام ساونا، جهاز جيم، حمام بخار، ترابيزه تدليك، جاكوزي، كل الحاجات المطلوبه دي. الماده السادسه دي ماده مهمه جدا بقى. فجاه الدنيا قامت وما قعدتش يا عيني، تحس انه في ناس ده انا بجيب لكم من الوقائع المصريه. يجب على المسؤولين عن اداره الانديه الصحيه وصالات الالعاب، راجل فاصل اهو، وصالات الالعاب البدنيه والرياضيه مراعاه المحظورات التاليه: عدم التعامل مع المصابين او المرضى، عدم تناول او حيازه او تداول او بيع العقاقير البنائيه او المنشطات للعضلات او الاغذيه الكيميائيه والمواد المحظوره طبقا للكود الدولي لمكافحه المنشطات الصادر من الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات، عدم استعمال اجهزه تنبيه للعضلات بغرض زياده حجمها، عدم تواجد اي من اجهزه العلاج الطبيعي عدا الاجهزه السابق ذكرها، عدم القيام بخدمات التجميل والعنايه بالبشره والشعر. يجب على الاداره تحديد مواعيد خاصه للسيدات واخرى الرجال، وان يكون مقدم الخدمه من نفس جنس تلقي الخدمه بالنسبه للانديه الصحيه. نقف شويه. واضح، هكون واضح جدا. يعني حضرتك ما تدخلش لده وواحده تدلكك. او العكس يعني. فبيقول لك ايه؟ انه يجب ان يكون مقدم الخدمه من نفس جنس متلقي الخدمه بالنسبه للانديه الصحيه. مالكش لا والله يا اسطى هنا ايه ستات بيدلكوا. لا مؤاخذه. نمره 2 قال لك حدد ميعاد للسيدات وميعاد للرجال. فين يا باشا؟ في الساونا، في البخار، في التدليك. هو ده مش طبيعي ولا وده غلط ولا ايه؟ يعني حضراتكم عمركم في اوروبا الحقيقه سداح مداح بيدخلوا مع بعض، لكن احنا عندنا ينفع انه الست تدخل مع الراجل الساونه؟ يعني ينفع يعني؟ او التدليك ما هو ما ينفعش ولا انا مش واخد بالي؟ عايز تعمل ده روح اعمل بقى في حاجه برايفت بتاعتك يعني، مفيش مشكله، لكنه تكلم في أجهزة تابعة للدولة؟ لا ما ينفعش. فلما الناس يقول لك ده اهو ويحطوا لك في الوقائع الرسمية، يجي يقول لك الحق خالد عبد العزيز وزير الصحة بيقول لك الجيم ما يبقاش فيه، ما احنا بندخل الجيم وبتبقى فيه واحدة فاضلة بتلعب رياضة وواحدة محجبة بتلعب رياضة، هي بتجري واحنا على البتاع بتاع المشي او على البتاع بتاع الدرعات وشغالين وتمام التمام ولا في مشكلة، لكن لحد الساونة والتدليك والمختص والبخار لا. فالناس عملوا ده، فقام في ناس قاعدين مستنيين كارهين وزير الصحه وكارهين وزير الرياضه. الحق فصل يا عم، والله ما فصل، ما فصلش. الراجل بيقول لك الحتت دي ما ينفعش الرجاله مع الستات، وما ينفعش واحده ست تدلك راجل في الاماكن دي، عدال عيب. نقول له متشكرين كتر خيرك حضرتك، بقى في فنادق روحها ما فيش مشكله، في اماكن خاصه ما فيش مشكله، انت روح طالما انت حابب ده ما فيش مشكله، لكنه بتبقى في حاجه زي دي معموله كده على المشاع، ما ينفعش. مش كده ولا ايه؟ احنا مره كنا في معسكر المنتخب في المانيا السداد اللي كاس العالم سنه 89، وكل زملائي في المنتخب موجودين، كابتن جاري كان بيمرنا ثلاث ايام ثلاث مرات في اليوم، وكان عندنا اجباري بنخش بعد التمرين الاخيره ومجايين داخلين الساونا. جينا ندخل الساونا لقيناها ميكسد ولهم بقى طريقه في دخول الساونا هناك يعني، فطلعنا كلنا. فجت اداره الفندق هناك: يا جماعه ده النظام عندنا. فالكابتن جاري قال لهم: لا واحنا عندنا نظام. فهناك قالوا: احنا ما نقدرش نخالف نظامنا. الكابتن جاري قال لهم: انا في معسكر اعداد لكاس العالم والساونا دي اساسي بالنسبه لي، حضراتكم اما انه توفروا لنا مواعيد ساعه وانا هظبط مواعيدي عليها، واما هنضطر ان احنا نسيب المعسكر. رضخت اداره الفندق لطلب كابتن جوهري وفصلت. ده في المانيا. طب في مصر لما بيحصل ده طبيعي، ده العادي. فاتصور ده حاجه محترمه يعني. فالله يخليكم بالراحه شويه يعني، ايه في حد قاعد كده بيتلكك، فبالراحه شويه على الامر ده. تخضع لاشراف ورقابه الاداره المركزيه المؤسسات العلاجيه غير الحكوميه والتراخيص بوزاره الصحه والسكان والاداره المركزيه. الشرط للعمل بالانديه يكون مصري الجنسيه، ما تجيبليش اوكرانيه ولا روسيه يعني. يسمح بالتشغيل الاجانب بالنسب المحدده في قانون العمل بشرط اعتماد مؤهلاتهم الطبيه، مؤهل طبي
دكتور محترم دكتوره محترمه، اي مخالفه و... حاجه جميله. وفي الوقائع المصريه اهو، في الوقائع المصريه، فنقول كتر خيركم، مش نقعد نشتم فيهم ونقل ادبنا بشكل غريب ونبدا حملات لا حدود لها. طب نسمع الوزير قال ايه على الموضوع ده، لانه ده السؤال اخر. ده على تويتر الحقيقه، قال بخصوص بروتوكول وزاره الشباب على الفيسبوك، بخصوص بروتوكول وزاره الشباب والرياضه وزاره الصحه بالرجال العلم ان تحديد مواعيد للرجال والسيدات يخص فقط النادي الصحي. هم كاتبين عندها الصحيه، النادي الصحي، هقراها لكم تاني اهو عشان ما بقاش انا ايه بدافع عن خالد عبد العزيز وخلاص. لو غيرت بهجمه يجب على الاداره المذكوره تحديد مواعيد خاصه للسيدات والرجال واخرى الرجال، ان يكون مقدم الخدمه من نفس جنس متلقي الخدمه بالنسبه للانديه الصحيه. واضحه ايه؟ خلاص بقى. بخصوص بروتوكول وزاره الشباب والرياضه وزاره الصحه بالرجال العلم ان تحديد مواعيد للرجال واخرى للسيدات يخص فقط النادي الصحي ساونا بخار، ولا يسري على صالات الجيم، وسننشر تفاصيل البروتوكول بالكامل على موقع الوزاره الالكتروني. تحياتي واستعدادي لتلقي اي ملاحظات. كتر خيرك ان انت يعني الراجل وضحته، ده امر في غايه الاهميه انه يبقى واضح كده، والناس بقى تقعدش بقى تصطاد في المال عكره. الله يخليك. عندي حاجه دمها خفيف جدا النهارده في جريده الدستور، براجع كده الصحف قبل ما اطلع مع حضراتكم واتشرف بلقائي معاكم على الهواء، فلقيت انه الخطيب يخوض انتخابات اتحاد الكره على مقعد النائب في قائمه سمير زاهر. انا حاسس هربت. انا عارف ان الكابتن الخطيب اصلا ما بيفكرش، واللي كاتبه يعني صحفي جميل رامي رجب، ده من الناس المحترمه الحقيقه يعني. ولم يعلن الخطيب قرار النهائي بشان الترشح الا انها ابدا موافقه مبدئيه. يدرس الخوض الانتخابات ضمن قائمه سمير زاهر على منصب نائب الرئيس. وشهدت الايام الماضيه اتصالات يوميه بين زاهر والخطيب في محاولات من زاهر لاقناع الخطيب بخوض انتخابات الجبلية. فانا الحقيقه رحت مكلم الكابتن الخطيب. قبل ما اسمع، قبل ما اقول لكم رد الكابتن الخطيب معانا، انا بحب اروح للمصدر نفسه، الزميل العزيز رامي رجب الصحفي بالدستور. مساء الخير يا رامي. مساء الخير يا كابتن شبير وكل مشاهدي سي بي سي. اهلا وسهلا بيك. يعني الخبر الحقيقه غريب شويه انه الكابتن الخطيب يفكر ان يدخل انتخابات اتحاد الكوره ضمن قائمه الكابتن سمير زاهر، وانا هي حصل اتصال بيني وبين الكابتن الخطيب هقول لك على مضمونه، بس اما اسمع منك بالخبر ده يعني كلمت الكابتن الخطيب ازاي؟ قال لك عليه ايه عشان لا يكون كلامه معايا غير كلامه معاك يعني يا رامي؟ لا بكل صراحه يا كابتن، انا يعني كلمت احد المصادر المقربه من كابتن سمير زاهر. طبعا ما اقدرش اقول اذكر اسمه، سواء لو حتى لو كان الكابتن سمير كده مش هقدر اذكر اسمه على الهواء مباشره. ولكن هناك مصدر مقرب من كابتن سمير اكد لي منذ يومين تقريبا ان 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 هناك اتصالات دائمه ما بين الكابتن سمير زاهر والكابتن محمود الخطيب للترشح في انتخابات اتحاد الكره القادمه على منصب النائب. دي اللي اكده، حتى يعني ذكر لي اسماء بعض الاسماء الاخرى برضه زي المهندس ماجد سامي في اتصالات دائمه مع الكابتن سمير، في المهندس محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصه. وانا بصراحه انا حاولت يعني انا بحب اتاكد من القصد من كذا مصدر، ولكن قد يكون تقصيرا مني، لكن لا ممكن تكون ما عرفش توصل للكابتن الخطيب. يعني صراحة انا الكابتن الخطيب بعيد شوية عن الاعلام، يعني احنا عاذرينه برضه، ويمكن هو بعيد شوية عن الاعلام. انا ما عرفتش يعني ما عرفتش اوصل له او اتاكد منه من المعلومة ديت، وبالتالي انا كتبت المعلومة ومن المصدر اللي المقرب من الكابتن سمير زاهر، اللي هو ممكن يكون نفسه الكابتن سمير زاهر. الله اعلم يا كابتن، بس انا ما اقدرش اعلن مين اللي قال، ولكن ده مصدر مقرب جدا جدا جدا، واكد لي برضه ان في اتصالات دايما مع المهندس ماجد سامي، مع الاستاذ محمد عبد السلام في اتصالات دايما على اساس ان هم في ترشح في الانتخابات القادمه المقبله، ان يكون كل الاعضاء دول موجودين في قائمه الكابتن سمير زاهر. ربما يكون البعض بيحاول من المقربين من الكابتن سمير زاهر ان محمود الخطيب يتمتع بشعبيه جارفه في الوسط الرياضي، سواء كان لاعب، سواء كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، سواء اي عمل يخوضه الكابتن محمود الخطيب. طبعا احنا غني عن التعريف، ربما يكون يقرب شويه من اعضاء الجمعيه العموميه الكابتن سمير زاهر. انت عارف الكابتن سمير زاهر منذ فتره طويله هو بعيد بعد تام عن الجمعيه العموميه، نظرا للظروف الصحيه اللي كان بيمر بيها، وقضى يمكن حوالي عام في لندن للعلاج هناك. نعم، انا بشكرك رامي شكرا جزيلا، ويعني ارجوك ان انت تتابع الحلقه معايا عشان تعرف ماذا قال الكابتن محمود الخطيب.
كابتن محمود الخطيب الحقيقه اصابته الدهشه الشديده جدا انه كاب سمير زاهر بيقول هذا الكلام. يعني طبعا المصدر اللي عند الصديق العزيز رامي رجب هو كاب سمير زاهر نفسه يعني، وسمير رامي بس عنده من الادب ومن الحياء ما يكفي انه يعني شخصيه صحفي محترم الحقيقه يعني. فبس اللي عايز اقوله انه كابتن خطيب قال لي يا ابني اولا انا بعيد خالص الفتره دي وانا مركز في صحتي قوي قوي ومركز في شغلي، فانا بعيد خالص عن الدوشه دي ولا ليا في الكلام ده ولا حاجه خالص يعني في القصه دي. نمره اتنين ده ما قاله ليش الكابتن خطيب، بس اللي انا بقوله لكم ان الكابتن خطيب اذا كان بيفكر في انتخابات فبيفكر في انتخابات النادي الاهلي القادمه، ده اذا كان بيفكر في انتخابات يعني. نمره ثلاثة اذا كابتن خطيب فكر ان يدخل اتحاد الكوره هيدخل رئيسا لانتخابات اتحاد الكوره، رئيسا لاتحاد الكوره، مش هيدخل نائب مع كاب سمير زاهر يعني، مع احترامي الشديد لكاب سمير زاهر يعني. فالراجل لا عنده نيه يترشح نائب رئيس في اتحاد الكوره ولا عنده فكره ولا الكلام اللي بيتقال ده، البالونات بتاعت الكابتن سمير يعني اللي بيرميها كل مره دي، ما هو كان الاول انا، فانا طلعت قلت لا انا مش هترشح مع كاب سمير، فالراجل قاد حمله ضاريه عليا يعني، ضاريه يعني، وانا الحقيقه احتراما للمرض وللظروف ويعني ماسك نفسي بالعافيه بالعافيه، وعيب ان انا اطلع على البرنامج هنا اتكلم في حاجات خاصه وشخصيه، فلكن واحتراما كمان للظروف الصحيه فانا ساكت يعني. ايه يعني اول مره في حياتي ايه بمسك نفسي بمعجزه. هو كاب سمير قال ان انا هخش معاه نائب رئيس وطلع في احد البرامج، وانا دخلت الطرق انا مش هخش معاك نائب رئيس بمنتهى الادب اللي خلقه ربنا يعني. ودايما بقول له صحتك بالدنيا، انت عانيت من ازمه صحيه عنيفه جدا، فربنا يا رب يكمل لك بالصحه والستر والعافيه ويخليك لاولادك يعني. واعتقد ده ما كانش فيه قله ادب ولا خروج عن النص مني يعني. فلما فشلت قصه شوبير فدخلنا دلوقتي في قصه الخطيب، وهي نفس الحدوته بس اسخم شويه، لانه كابتن الخطيب الراجل اما هيخش انتخابات النادي الاهلي او هيخش لو دخل يعني رئيس الاتحاد الكوره او مش هيدخل انتخابات خالص. فهو عمره ما هيخش نائب مع الكابتن سمير زاهر، مع كل احترامنا وكل احترامنا للكابتن سمير زاهر الحقيقه. نمره اتنين اللي هو محمد عبد السلام ازاي يخش عضو، يعني يبقى سمير زاهر رئيس والخطيب نائب رئيس، واللي هو محمد عبد السلام اللي كان مرشح رئيس واستبعد بسبب طعن يرجع يخش عضو تاني، طب يبقى نائب رئيس مثلا، وعمره ما هيخش نائب رئيس الراجل، اذا داخل هيدخل رئيس او مش هيدخل لان عنده تجربه ناجحه في المقاصة وعايز يكملها. نمره ثلاثة السيد ماجد سامي عنده ناديين في بلجيكا عامل فيهم نجاحات، وعنده نادي في مصر عامل فيه نجاحات، وشغال في مشوار تاني، فحتى لما دخل الانتخابات اللي فاتت ما كملش لانه دخل وخرج على طول لانه كان دخل لحاجه معينه يعني. فبالتالي كل هذه الاسماء لا وجود لها في قائمه الكابتن سمير زاهر. هو عايز يترشح رئيس يترشح رئيس، بس يقول لنا الحقيقه مين اللي هيبقى معاه نائب ومين اللي هيبقى معاه عضو. نمره اتنين ان انتخابات اتحاد الكره فاضل لها سنتين، انا مش فاهم الناس تتكلم عن انتخابات اتحاد الكره دلوقتي ليه. لابد من احترام الاتحاد القائم، والاتحاد مش بطال يعني، الاتحاد عامل شغل لا باس بيه، ما وصلش للدرجه اللي احنا نفسنا فيها، يمكن ظروف البلد وتشكيله الترابيزه وامور كده وخلافات موجوده لا داعي لها، لكنه الاتحاد مش بطال، انه كمل دوري وكاس ده مش بطال. فانا يعني برجو انه اما نيجي نتكلم على حد زي الكابتن الخطيب، زي مثلا تقول الكابتن صالح سليم هيبقى نائب للكابتن سمير زاهر في اتحاد الكوره مثلا رحمه الله، ونفس القصه، الخطيب ده رمز عظيم قوي يعني، والخطيب لو كان ترشح انتخابات رئاسه النادي الاهلي اللي فاتت كان هينجح، مش دي اللي قبلها لانه دي ما كانش ليه، ولو كان في دي طبعا كان هينجح خطيب. فالراجل الحقيقه مندهش جدا 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 من ازاي تجيب اسمه من الكابتن سمير زاهر او اللي حواليه عشان ما يزعلش مني، وانا سعيد بكلام الزميل رامي رجب لانه قال ده من مصدر مقرب من الكابتن سمير، قلت له قد يكون الكابتن سمير قال لي مش هقول. فما يا كابتن سمير ما ينفعش الحاجات دي، مش حلوه يا كابتن سمير، يا كابتن عايز تبقى رئيس اتحاد الكوره والله على عيننا وعلى راسنا، بس مش كل مره نرمي اسم حد يعني، دمها مش خفيفه ابو الكباتن. فالمره دي جت اوت في الخطيب، المره الجايه بقى فكر في فاروق جعفر مثلا ولا حد يعني. موضوع البث عامل مشكله، عامل مشكله بجد، لانه انت بتتكلم في جزئين دلوقتي، الجزء الاول هي وكاله برزنتيشن معاها 13 نادي، الجزء الثاني في حلف معمول النادي الاهلي، نادي وادي دجله، نادي مصر المقاصه، نادي سموحه، نادي بتروجيت، ونادي دمنهور، 13 سبعه بس الاهلي.
موجود. الاهلي قوي 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 يعني. وبالتالي واضح ان السبع عندها دول رايحين في اتجاه، وال13 نادي في اتجاه، دول وقعوا ومضوا وخدوا فلوس. الاهلي مصمم انه يكمل مشواره للنهائي او للنهايه، والوكاله اللي وقعت دي وقعت وقبضت ومضت ودفعت ودفعت لاتحاد الكره الرعايه ومكمله للنهايه. هل الدوري السنه الجايه هيبقى مقسوم نصين؟ نص مع برزنتيشن ونص مع السبع انديه دول اللي ممكن يروحوا لتلفزيون الدوله؟ وارد جدا جدا جدا. اثنين، هل وارد انه السبعه ينضموا لل 13؟ وارد جدا جدا جدا، بشرط تعديل العقود الماليه، تعديل العروض الماليه. بمعنى انه حضرتك بدل ما هتدفع للاهلي مثلا 5 تدفع 10 مثلا. لكن على ده بقى هتيجي ال 13 فرقه اللي مضت معاك تقول لك لا انت هتظلمني ليه؟ فبالتالي الراجل هياخد له مثلا بتاع 40 من 50 مليون جنيه زياده. هل ده وارد؟ ممكن. الاحتمال الثالث وهو وارد جدا جدا جدا، بقول لكم الاحتمالات الثلاثه، انه عدد من الانديه ال 13 دول يبدا يطلع بره، يجي له مبلغ اكبر، يرد الفلوس ويروح للسبع انديه، وارد. فتبقى الدنيا عامله كده، فتتفرج على نص الدوري هنا وتتفرج على نص الدوري هنا، وتبقى مشكله. من هنا انا بقترح الحقيقه مائده مستديره تجمع كل الاطراف، الوكاله مع الانديه الاول، مع الانديه السبعه دي، تحاول ان تصل معها الى اتفاق، ولو وصلت معها وخلصت وارضت باقي الانديه يبقى الموضوع انتهى. واحد. اتنين، ان الوكاله مع السبع الانديه مع التلفزيون يقعدوا وينضم اليهم مندوبين من الانديه 13 الاخرين بعد ما يصلوا الى اتفاق. وما علمته من مصادر موثوق فيها ان التلفزيون يستعد خلال الساعات او الايام القليلة المقبلة لتقديم عرض اخر اكثر جدية واكثر مرونة. جدية يعني ايه؟ انه مثلا التلفزيون بيقول هدفع لك 100 مليون في السنة. فاكرين الاقتراح اللي انا قلته هنا 100 125 150؟ يبدو ان هذا الاقتراح لقى قبول عند البعض ولقى مساندة، والتلفزيون مش عايز يخسر الوكالة بتاعت برزنتيشن على فكرة، يعني عنده اتم الاستعداد انه يتعاون معاها يتعامل معاها، وفي نفس الوقت مش عايز يخسر منتجه الرئيسي. فيبدو ان الرقم هيزيد، وان طريقة الدفع هتبقى محددة، وان الدفعات للاندية ممكن تكون سريعة. ده بيتقال دلوقتي. لكن في كل الاحوال في اربع اطراف. واحد، الطرف الاقوى هو التلفزيون المصري لانه يملك شارة البث. اتنين، الطرف الثاني القوي وهو برزنتيشن لانه معاه 13 نادي، فده كمان مهم جدا. تلاتة، ال 13 نادي اللي هم موجودين مع برزنتيشن، ما هم دول كمان جناح. اربعة، الحلف اللي موجود برئاسة النادي الاهلي. وممكن تقول ثلاثة تاني، غرفة صناعة الاعلام. هي ماشية كده. الامر ده لن يحل الا بالجلوس ما بين برزنتيشن تاخد ال 13 نادي معاها، والاهلي ياخد السبع اندية معاه، وغرفة صناعة الاعلام، واتحاد الاذاعة والتلفزيون، ويصل الى اتفاق. الاتفاق ده يبقى مدته 3 سنوات، لان احنا ماشيين ايه؟ اللي يحب النبي يزق، اللي يحب النبي يزق. لا ما ينفعش. ما انا بقول لكم زي ما قلت لكم في المقدمه، احنا عندنا احداث ساخنه باستمرار. رغم ما عندناش كوره دلوقتي لكن عندنا احداث ساخنه، يعني النهارده داخلين على اول الشهر، المفروض الدوري من 14 ولا في جدول اتحط ولا في ملاعب اتحددت ولا في اي حاجه. عشان كده اشك بشده ان الدوري يبقى من 14. فبلاش اللي يحب النبي يزق. 3 سنين يبقى في اتفاق، في وكاله اشتغلت واجتهدت وخدت 13 نادي، وانتوا كلكم كنتوا شايفين الراجل بيوقع عقود ما كانش بينزل من تحت بير السلم يوقع عقود، ده كان على الهوا قدام الناس كلها، نجح انه ياخد الزمالك، نجح انه ياخد مش عارف ايه، نجح انه ياخد ايه، نجح انه ياخد ايه، والتانيين كانوا نايمين.
ناس فاقت، لما فاقت لحقوا 7 أندية بس معاهم الأهلي رأس الحربة الغول الكبير. فهو عنده كمان أمال وأحلام إنه النادي الأهلي هيبقى قوي، وإنه 7 أندية دول ممكن يزيدوا إزاي معرفش، رغم إن في الأندية التانية موقعة عقود. في أزمة محتاجة حكمة الكبار وهدوء الكبار، لأن الأمور دي ما تتخدش بالخبط والضرب كده والرزح، حكمة مع هدوء مع تروي. إن شاء الله عندي أمل خلال أسبوع تنتهي هذه الأزمة. امبارح كان عزاء والدة الكابتن حلمي طولان، لفيف كبير جدا من الرياضيين كانوا موجودين في العزاء، وكاميرا سي بي سي وتشاطر مرة أخرى الكابتن حلمي طولان أحزانه رصدت أجواء العزاء. كابتن كبير كابتن حلمي طولان، البقاء لله، النهارده جايين الملعب جايين نعزى حضرتك في وفاه والده حضرتك. الله يبقى حياتك، وبشكرك وبشكر قناه سي بي سي وكابتن شوبير ان هو اذاع الخبر وبقول له انا بشكرك جدا، انت اخ عزيز وصديق عزيز، وانا لله وانا اليه راجعون. يعني تبقى اصعب فترات الانسان يمر في حياته بالتاكيد لما بتكون الام، يعني اللي جرب الاحساس ده بيبقى عارف طبعا، مفيش شك. يعني انت احساسك بانك انت يعني بعد الاب وبعد الام انك اصبحت عريان مفيش غطا، فده يعني احساس بتبقى ماشي كده في الشارع كأنك واحد عريان معلهوش غطا يحميه يدفيه يدعيله. كابتن حلمي ده ابن من ابننا وزميلنا في نادي الزمالك، وشخصية محترمة جدا جدا يعني، والله يرحم والدته يعني. فاحنا كلنا اقل حاجة نعملها يعني لأخ عزيز وكابتن كبير كان معانا في نادي الزمالك ان احنا نحضر عزاء، وان شاء الله كده ربنا يرحمها باذن الله. اقول للكابتن حلمي طولان الله يرحم الوالده، لاني انا اعرف ان الكابتن حلمي طولان كان بيعزها جدا جدا، ويمكن الكابتن حلمي طولان ماشي ببركه والدته، فنطلب لها كده المغفره وربنا يرحمها ويصبر اهلي. البقاء لله طبعا لكابتن حلمي، واضح من الناس الموجودين كل الناس بتحب كابتن حلمي طولان، دي اقل حاجه الواحد يقدمها له في ظرف زي ده، وربنا يرحمه ويصبره باذن الله ان شاء الله. اولا نسال الله سبحانه وتعالى نتولاها برحمته ويسكنها في سكناته هي وكل امواتنا. تقديم واجب العزاء، واعتقد واجب على اي انسان اتجاه اي انسان مسلم، فبالك اذا كان الكابتن حلمي طولان. طبعا حلمي طولان زميل قديم، ورحلة زي ما تقولوا رحلة شقاء قديمة جدا يعني. احنا بدأنا مع بعض من 69 70، هو جه علينا في نادي الزمالك سنة 70، تزاملنا من 70 دلوقتي، فرحلة طويلة من الكفاح المحترم يعني الكفاح المشرف يعني. طبعا احنا بنقدم له التعازي، وانت عارف في مثل بقول لك احنا عندنا في الأدب بقول لك اللي من غير أم حالي وهم. طبعا كابتن حلمي ده ابويا يعني، علاقتي بالكابتن حلمي بعيد عن الكوره علاقه اب ابنه. طبعا اقول البقاء لله وربنا يصبرك وان شاء الله يجعل مسؤول الجنه. حلمي طولان يعتبر واحد من الاصدقاء المخلصين، واحد من اللي يعتبروا من صديق ملاعب عائله واب واخت وعيال. حلمي طولان في قلبي في حاجات كتيره جدا. حلمي طولان من المدربين اللي انا بحب اتفرج عليهم، اشتغل معايا ونجحنا كتير مع بعضينا. كل اسراره وحالته واهله معايا باذن. حلمي طولان يعتبر اي حاجه بالنسبه له تبقى بالنسبه لي زي بالظبط. هو طبعا الكابتن حلمي ده يعني اخ عزيز، والرياضيين المحترمين القليلين في الرياضه المصريه مش في كره القدم بس، ناحيه عامه يعني. وبالتالي يعني ان احنا بنيجي بنرد جميل اخ عزيز علينا، وده طبيعي ان احنا كرياضيين كلنا لازم نلتف حوالين بعض، وتظهر دي في المقاسي يعني مش في الافراح بس. لا طبعا حلمي الاول ببص على ابو حميد بقول له وحشتني جدا، وطبعا كابتن حلمي ده عشره عمر،
ومن الرجال القلائل، لان ممكن تلاقي مدربين كتير وتلاقي لعيبه كره كتير، لكن في وسطنا احنا ما تلاقيش رجاله كتير. فحلم طولان من الرجاله والاصدقاء الاعزاء اللي انا بعتز بيهم جدا، واحنا بنلعب مش من دلوقتي بس، فطبعا بنقدم له خلاص العزاء. قال الله مرة تانية الكابتن حلمي طولان في وفاة المغفور لها والدته، يعني جمع حشد من الرياضيين كانوا موجودين بالامس في هذا العزاء. عندي الحقيقة خبر دمه تقيل شوية، انه الشهابي ودرويش ودعوا بطولة العالم للجودو، خسروا، والحقيقة المنافسين مش اقوية قوي اللي خسروا قدامهم. يعني الحقيقة معرفش، كان عندنا امل كبير جدا في الاثنين دول ان هم يعملوا حاجه طيبه. شوستر كمان النجم الالماني الشهير مدرب ملقا الموسم الماضي بيقترب من تدريب نادي اتحاد جده، وخبر انه الاهلي بيفاوض عمر جابر. انا بتصور انه الخبر يعني غير صحيح، بتصور انه الخبر غير صحيح، ده توقعي الشخصي. يعني عمر جابر لعيب هايل، كان عنده مشكله هو مقرب شوية من مجموعة الوايت نايتس، والنادي واخد موقف جامد ضدهم. معرفش هل الدنيا بقى ماشية بالشكل ده ولا. لكن الخبر اللي دمه خفيف جدا اللي عايز اقراه لكم بالتفصيل، انه هيلاري كلينتون اول مرة بتتكلم على فضيحة جوزها مع مونيكا. هيلاري الحقيقة قايلة، معلش بعيد عن الكرة شوية، لكنه هيلاري بتقول انه بحب جوزي جدا، خني مع مونيكا لونيسك دي، كان عندها 22 سنة، الفضيحة بقى لها 14 سنة لكنها ما زالت بتطاردها. يعني في كتابها الجديد قالت انها كانت هتتجنن، فقررت انها تزور الشرق الاوسط وتزور مصر بالتحديد لانه كانت مقهورة. يعني فبتقول جات لها الصحفية اللي عاملة الحوار ده اسمها لوسيندا فرانك، بتقول جات لي دعوة عشان ارافقها في رحلتها الى مصر وشمال افريقيا، فقالت فرصة بقى ان انا ايه اعمل معها حوار كويس. قالت جميع الصحفيين في امريكا كانوا بيحاولوا الوصول لهيلاري عشان ياخدوا تعليقها على الفضيحة، لكني انا كنت بفكر في المهانة اللي شعرت بها هيلاري وازاي وجه لها اسئلة حول الفضيحة دي. بتقول بعد ايام من تلقاء الدعوة راحت لقاعدة اندرس الجوية، ركبت الطيارة الرئاسية، وتقول انها حضرت حفل عشاء على شرف هيلاري كلينتون في مصر. تم تقديم خلاله ايه بقى؟ طواجن لحم الضاني المطبوخ مع البرقوق والمشمش وعرض راقص، لكن هيلاري كانت تجل الشاردة وغير عابئة بالطعام والرقص. بتقول بقى على مدينة الأقصر انها مش طبيعية، وكانت معجبة جدا بالانقاض الاثرية الشيقة والموسيقى والرقصات المحلية والطعام الغريب، متعة الركوب على ظهر الجمال في كل مكان راحت فيه كانت تتلقى ترحيب، على خلاف ما حدث لها في واشنطن. قالت ده في الأقصر هيلاري لم تكن مذمومة، كانت معشوقة، والناس في الأقصر كانوا بيهتفوا باسمها ترحيبا بها. قالت كمان ده اللي كانت تحتاجه هيلاري كلينتون، رؤية عدد كبير من الناس يرحبون بها يعبرون عن حبهم لها بعد أن ساعدتهم في الحصول على قروض لبدء مشروعات صغيرة. ماشي، بتقول إنها خرجت بره واشنطن للابتعاد عن الناس اللي بيوجهها اللوم ولقاء ناس آخرين يحبونها ويرحبون بها، وإنها يعني أعجبت بقدرتها على ضبط النفس بعد تلك الفضيحة. يعني الحقيقة ده الكرم المصري، ويمكن ده اللي انا كنت بقوله في مقدمة الحلقة، ان ازاي نستفيد من الأقصر، ازاي نستفيد من اسوان، ازاي نستفيد من مرسى مطروح، وازاي نستفيد من العلمين، وازاي نستفيد من الساحل الشمالي، وازاي نستفيد من المناطق دي كلها. فبالتالي من الممكن انك تكون غير مرغوب فيك في بلدك، او عندك مشكلة في بلدك وتطلع بلد تانية تلاقي البرود. انت عارف الاوروبيين بيمتازوا بالبرود، يعني ممكن عربية تخبط واحد بيموت بيفرفر، الناس تقول لك انا مالي ما الاسعاف يجي. لكن في مصر اي مشكلة بتحصل بتلاقي المصريين مع بعض بشكل غريب جدا. فبالكوا بقى لما جت هيلاري كلينتون، والناس كانت بتحبها، الناس كانت حابة هيلاري كلينتون الحقيقة، وده ليها عشان لما تتكلم برضو على المصريين تقول دفء المصريين شكله عامل ازاي، وقدروا خرجوها من اكبر محنة في حياتها. فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل تليفونات حضراتكم.